لا خالص يا بطليموس، ان شاء الله كله هيبقى تمام. انا ما بقلقش، ما تقلقش مولاي. ليه دكتور نفساني يا مولاي؟ ليه ايه؟ دكتور نفساني يا مولاي. خليك في شغلك، ما تدخلش في اللي مالكش فيه. مش عشان اقدم واحد في المعبد اسكت لك، ترجع بواب تاني. اتفضل. امرك يا مولاي. ايه الناس اللي بتتحشر دي؟ امر مولاي. ايه يا مس من معت الكلام الفاضي ده؟ انت فضحتني ولا ايه؟ بقى انا بقول لك بيني وبينك رايح لدكتور نفساني، تعبان شويه. الناس كلها عرفت، ايه السياح ده؟ مين دول؟ شعبك يا مولاي. طب خلاص مشيهم مشيهم. يلا يا ابني يلا. من هنا يلا يا حبيبي يلا. يلا, يلا, يلا. انا مش فاهم ايه لازمه الشعوب او اي قلق في الشوارع وخلاص. مبسوط انت كده؟ كل البلد عارفه انا رايح لدكتور نفساني؟ هيقولوا خلاص عليا اتجننت؟ يعني انا هخونك يعني يا بطليموس يا اخويا؟ ده احنا متربين حتى في معبد واحد. متربين؟ ما الناس قدامك قالت وانا بألف. فوق بقى، عيب عيب. اتفرج بكره على البرديات، هتلاقي الخبر مرشرش فيها. واتفضحت انا او انت؟ حوش حوش حوش، مفيش اي حاجه هتنزل في ولا برديه. بعون الله امك مسيطره. انت يا عجل انت، تعالى تعالى هنا. ايه امك دي؟ بتبيع كرشه؟ انت هتعدي حدودك ولا انتباه؟ انت واقف قدامي، امي دي الملكه، الملكه كليوباترا، ملكه عليكم كلكم، لان كلكم ولا حاجه. فاهمني؟ انت واهلك ولا حاجه. مش عشان بتمشى معاك في المعبد ومصاحبك تعدى حدودك. فوق، ما تحطليش ايدك على سرتك. انتباه وانت بتكلمني. انتوا بتاكلوا منين؟ من المعبد. بتلبسوا منين؟ من المعبد. بتقبضوا منين؟ من المعبد. يبقى تحترم ملكه المعبد. اصحى، اتفضل روح دلوقتي على عمك بحبنبوت اللي ورا المعبد. ابنه مات، تعيش انت. عزي وقوم بالوجه. لا حول ولا قوه الا بالله. هو سيس قامت؟ ده كان لسه معايا امبارح. مات مات، عمل خناقه موت مع الواد سمين نرمر بتاع شبرمنت، الاتنين قتلوا بعض. روح اعمل الواجب وظبط الجثتين. ها، ظبطهم كده وفلترهم ولفهم لي لفه هديه عشان اقدمها لامي في عيد الام. امرك يا مولاي. ثانيه، امي اللي هي مين؟ الملكه. وانت ولا حاجه، انت واهلك. انت واهلك ايه؟ ولا حاجه. بانكسار ولا حاجه. الشعر ده يتحلق. اتفضل، سلامه. امرك يا مولاي. الواد ما قاليش عيادة الدكتور فين؟ بس من معد، بس من معد. احساس فظيع يا دكتور. الناس فاكراني يا ما هنا يا ما هناك. فاكرني سعيد. بطليموس الخامس عشر راح، بطليموس الخامس عشر جه، وعيل صغير ومفرفش، امه ملكه. انت عارف كلام الناس والاشاعات، مع المشوي مشوي والمقلي مقلي، وبيضيفوا كمان. وقد ايه ده سعيد ومتهني اني بالعكس تمام. بطليموس الخامس عشر جواه حزن شديد، حزن شديد يا دكتور. ايه يا دكتور الجو ده؟ مين دول؟ ما تقلقش، دول بيدونوا كل كلمه بتقولها سموك علشان اعرف احدد المشكله. حلوه قوي كل اللي بقوله. كويس ان انت قلت لي. ان شاء الله بكره الصبح بعت لك عم حسن النقاش بتاعي يدي وشين. معلش سوري، عشان ده كلام، دي اسرار عيله وحاجات شخصيه. ما تعرفش، ممكن بقدره قادر بعد الاف السنين نبقى تاريخ ويعملوا لنا متاحف. ما يرضكش السياح يقروا الحاجات العائليه. سوري يعني. سموك تعمل اللي انت عايزه، هي بلد امك. يا دكتور الطريقه دي، ايه بلد امك دي؟ شتيمه ولا على اساس ان امي ملكه فعلا؟ بالعكس، ده شرف لينا. اتفضل كمل لو سمحت. ابدا يا سيدي. انت عارف اللي بيتقال دلوقتي في البلد. بس انا مشكلتي الحقيقيه يا دكتور ان انا مش حاسس بتميز في الحياه. مش لاقي نفسي. انا مين؟ في زحمه. هتقولي انا بطليموس الخامس عشر؟ اقول لك ايه، في 40 بطليموس في العيد. خالي بطليموس ال13، جدي بطليموس ال20، جوز عمتي اللي هو سافرنا في كندا دلوقتي بطليموس ال22، جوز خالتي بطليموس ال26. عارف، في بطليموس كتير في الموضوع. عارف، لو كله يعني لو كله بطليموس وانا شريف كده في النص هبقى مميز شويه. بس دربكه زحمه بصراحه. العيب على الوالد، كان ممكن ما يوافقش يسميك اي اسم تاني. انت عارف بقى بصراحه، الراجل لما بيبقى متجوز ملكه بيبقى مكسور شويه. معلش، انت عارف امي الملكه. يعني فاكر حضرتك فيلم مراتي مدير عام؟ نفس الفكره، نفس الفكره. فانا يعني الراجل نعذره حقيقه يعني.
وبعدين اللي شغلني دلوقتي موضوع الأخ ماركا أنتوني الواد الصغير ده، كلام مال البلد إنه بيرسم على أمي وجو كده مش لطيف يعني، عارف؟ مش عارف أعمل إيه. والوالدة موقفها إيه؟ الوالدة ما أنت عارف، ست حلوة وصغيرة ومالكة، مين يجرؤ يقول لها أنت بتعمل إيه؟ يبقى مجنون حتى لو كان ابنها. أستغفر الله العظيم. إيه يا دكتور في إيه؟ أنا ما قلتش حاجة. إيه الأداء ده؟ أنا بقول في مشاعر نبيلة بينها وبين أنطونيو، وارد يعني، لكن حسستني إن أمي بطالة والعياذ بالله. إذا كان كده معلش، بس خد بالك من الولد ماركا أنطونيو ده لأنه مش سهل، ممكن يعمل بين أبوك وأمك فورتينا. بتقول لي أعمل إيه يا دكتور؟ شور عليا؟ أنت خوفتني أوي لما قلت لي فورتينا، خفت يعني أسمه؟ أقتله؟ أكري عليه بلطجية؟ توكل على الله. خلاص كلم الشباب في الدق دلوقتي قوموا بالواجب. الله يريح قلبك. بس ما قلتليش مين الاخ اللي في حضنك من اول ما جيت؟ ده توني الرابع عشر. توني الرابع عشر؟ يا عيني هيطلع معقد نفسيا زيي، اكيد في توني الرابع عشر كتير فعلته. لو بتحبه انصحك اخنقه قبل ما يواجه المصير اللي انا واجهته. أنطونيو وأنطونيو أنا مالي روحي نعم. شايف أمي بتعمل إيه؟ قلبي معاك يا صديق. اشتغل، هو اللي بدأ المعركة. بص هجيبها فين؟ بص هجيبها فين؟ ها؟ أنطونيوس ايه اللي حصل لك؟ تسلم ايدك. قفشتك يا ابن الكلب. حظ وحش قوي. شفت السهم جه فين؟ جه في الكازرولة. بس وشرفك وشرفك السهم الجاي في ودنه باذن الله. التعظيم يا بطليموس، طول عمرك فارس بارع. انا ما احبش حد ينافقني. قول لي انت اقوى رجل في مصر. ولد أمك. يا نهار اسود، أنا عارفة حركاتك دي. والله ما أنا سايباك. سامحيني يا ماما، أرجوك سامحيني سامحيني. وديني وأيماناتي لهنفخك يا بطليموس الكلب. أني بطليموس؟ أنا ولا عمي ولا خالي؟ إحنا 60 بطليموس لخبطتو. اخرس اخرس خالص. اللي أنت عملته مع عمك مارك أنطونيوس ما يتكررش تاني، ما يتكررش تاني. وإلا وشرف أمي أعلقك أعلقك. انت عارف بقى امك وقلبتها. اصل هو بصراحه كان واقف مأمبر كده في اغراني، قلت فور فان يعني. ولد اخرس، اطلع اوضتك. حاضر. تعالى هنا لسه ما خلصتش، وبعد كده عايزاك تقعد في اوضتك دي على طول. حاضر. تعالى هنا. حاضر. لمده 3 ايام. حاضر. ايه ده؟ في ملكه تقول وشرف امي لنفخك؟ يا رب عرشك يزول. ده ايه الزهق اللي انا فيه ده؟ يعني محبوس في قصري وفي اوضتي وبرضه زهقان. الواد مش من معد فين؟ ما بعت له مسج. ايه ده انا نسيه خالص. غطست كده. انت فين يا زفت؟ ها؟ بس ما ردش عليا ليه؟ ما ردش عليا ليه؟ ايه ده؟ وانا بعتها له لسه؟ انا دماغي جرى فيها حاجه. لا انا مش مظبوط، انا مش مظبوط. ها؟ سن ايوه الحمد لله على السلامه يا حلوه. وريني الامور قال ايه. ايوه ها انا في المعبد. ماشي ان شاء الله عنك ما جيت من المعبد. ابعت لي اي حد بباكو بسكوت. بس تعال تعال يا حلو تعال. يلا سنت اوعى. وانت كمان ما معيش فلوس ابعت لي نص جنيه. تصدق انت رخم، ولا عايز منك حاجه ولا نص جنيه ولا زفت. انا هصرف، هيذلني عشان بسكوت. يا كبير الخدم هات لي يا ابني الشاي ابو لبن بتاعي. ايه ده؟ ايه الجرأه اللي حصلت في القصر فجاه دي؟ مين المتهور اللي طلب لنفسه مشروب زيي؟ جايب التانية دي لمين؟ مولاتي الملكة يا مولاي. مولاتي الملكة؟ أمي يعني ها؟ طبعا ما هي ملكة وأمي.
مش قادر اتكلم معاها، كل حاجه تقلدني. ما علينا. النظام نظام ايه مولاي؟ مش فاهم نظام ايه. انت هتستهبل ولا ايه؟ نظام السقسقه. تقصد حضرتك البسكوت؟ اقصد البسكوت. انا بقصد البسكوت. مفيش حته كده سقسق بالشاي؟ انا اسف يا مولاي، حساب السقسقه تقل قوي. حساب ايه؟ السقسقه. يعني انا لو ما دفعتش مش هسقسق؟ مش هسقسق. ولو قلت لك استنى عليا شويه مش هسقسق؟ مولاي الحاله بقت كربه قوي، الشعب مش عارف يسقسق. انا ذات نفسي شغال عندك وبقالي فتره ما سقسقتش. ان شاء الله ما سقسقت انت ولا الشعب. انا مالي، انا عايز اسقسق دلوقتي. بس كنت شايب لعبه. خلاص قول لهم هنصرف لكم اعانه. اديني بقى خليك جدع. اي حاجه اي حاجه. ايوه كده يا حلو يا حلو. فار 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 اعمل حاجه. انت تقف تترش. امال حارس ايه ونيلت ايه؟ انت مالك اعصابك؟ دخل هنا انزل موته. مولاي انا بأمرك تقتله. قلبي ما يطلعنيش. ان شاء الله قلبك يتحرق. هات الفار. انزل، ده انا بترعب منه. بص عليه كويس، اقفشه اقفشه وفسخه كده. ايه مولاي؟ ايه؟ انا خادم كبير اجيب شاي محليب، لكن قتل لا. ايه الاوفر ده؟ ايه؟ انا بقول لك اقتل ابوك. خلص ابوس ايدك. مولاي انا جات لي فكره. ايه؟ احنا نحط له سم فلان. خرب بيتك، ما تقول كده من الصبح. طب هنجيب السم منين؟ معايا يا مولاي. ايه ده انت جاهز كده على طول؟ انا ديلر اساسا. حلو حلو، انا احب الشغل الجاهز. يلا. ايوه حلو قوي كده. خلي بالك هو ممكن يكون شايفنا من هنا ومن هنا وبيراقبنا، فاحنا نعمل ايه عشان ما يعلمش الكوبايه؟ احنا نضحك عليه ونلف الصينيه. بس بس كده. قشطه. الله يخرب بيت، دي سيره والله. انا نفسي معت عليا وما بقتش عايز اشرب. اشرب انت كوبايتي، انت غلبان. اشرب اشرب. مولاي ايه؟ ممكن الكوبايه يبقى فيها السم؟ لا عيب عيب، وانا ابيعك برضو. ما حطيت انت السم، انا ركزت في الكوبايه، فيها شويه لبن اكتر من الثانيه. امسك يا جدع امسك، ده احنا مربينك في القصر، ده انت ابننا. اشرب يا حبيبي اشرب. استنى قبل ما تشرب، مش عايز اي حاجه اعملها لك لعيالك اي حاجه. نفسي اسقسق انا ولا هتسقسق؟ انت من جهه هتسقسق هتسقسق. يلا اشرب عشان تقعد تقول لي الشعب عايز يسقسق. بالسلامة يا حبيبي. حاسب ايه؟ مولاي انت مش مظبوط صح؟ اه هو ده هو ده. حاسس بلغه وغممان نفس. وايه؟ غممان نفس. غممان نفس؟ اه. طب اشرب قول لي ايه كمان؟ اه ايه؟ تقلصات. هو ده الشغل؟ اهراسات. هو ده الموت. هو ده الموت. اه استنى، انت هتترمي في الارض بالكوبايه بتاعت القصر. انتوا اتجننتوا؟ عهده ب60 داهيه. ها قربت؟ مولاي يلا باي باي. مولاي ب60 داهيه. مولاي انزل بقى زهقتني، بتموت في 3 ايام. حلوة قوي فكرة الشاي ابو لبن دي، حلوة قوي. طب ما انا ممكن اعزم الاخ مارك انطونيو اللي عامل لي فيها واد امور ده وبيتنطط، اعزمه على كوباية شاي ابو لبن. حلو. يا نائب كبير الخدم، اعملوا لي يا ابني فنطاش شاي بلبن، وهيروح هدية للامير مارك انطونيو. لا لا ماما، لا ماما، لا ماما، ماما لا. بطليموس بطليموس ابني. ماما لا ماما لا. ابني حبيبي. ماما ماما. مالك حبيبي؟ كابوس يا امي، كابوس فظيع. خير خير يا حبيبي؟ لا هو شكله مش خير بصراحه. بص بقى ماما، انا هقولها لك وانت براحتك، ارجعي على اللي انت بتعمليه احسن، اخرتك شكلها زي الزفت. ايه؟ حلمت اني هتقتل في الحرب؟ لا 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 يا ريت. انا حلمت ان انت بعد كذا الف سنه، سوري يعني، هيعملوك علبة سجاير. سجاير؟ أوه. ايه يعني سجاير؟ هتسخت يعني؟ لا تسخت ايه، سجاير اللي هي بينفخوا فيها حاجه شبه الجوينت كده، عارفه بيجيبوا ورق كده في المستقبل هيسموه. اتفضل يا سمو سلامتك يا سيد الرجالة، سلامتك يا حاج. خير؟ عملتي فيه ايه يا بدرية؟ عملتي في ابويا ايه؟ رد عليا يابا، مالك؟ مختار ابني حبيبي، الحمد لله نجيت قبل ما السر الالهي يطلع. يابا بعد الشر ما تقولش كده، ان شاء الله هتقوم وترجع زي يا بنت بسكوتي. بات ايه قرادة؟ هتقوم وتقف زي الحصان،
وبعدين ياما نصحتك يابا، ياما نصحتك، الجواز من العينه القليله ديت يودي بستين داهيه، ده انت اتجوزت باروكه جبتها لنا من انهي مصيبه دي؟ انت بتبكي ليه بس يا حاج؟ عيب كده هتاثر فيا، مالك؟ شكلي حفيص يا مختار. وزعلان؟ زعلان يابا، ده احنا في ايام غبره ما يعلم بيها الا ربنا، ربنا ياخدك وياخدنا معاك ويريحنا، يخرب بيتك، عملتي فيه ايه؟ عملتي فيه ايه؟ ها عملتي؟ انا عارف من يوم ما اتلميتي على الفنان احمد سلامه وانت عايزه تخلصي من الراجل الكبير، بس انا مش هنقولها لك يا زهريده، مش هنقولها لك. وايه ده؟ انا مش قال 100 مره مفيش تلفزيون؟ نفرض سمع النشره كده ولا كده، عايزين نسمعوا اخبار حلوه، التلفزيون كله اخبار وحشه. اخ التلفزيون ما فيهوش حاجه يا ابني. اخ برضاي عليك يا مختار، هات لي الورق من الدولاب يا ابني. عناية يا حاج، عناية يا حبيبي. لازم يسمع اخبار مبهجة تفرحه عشان نحافظ عليه. نسيت اقول لك صحيح يابا، عم شفيق صاحب عمرك بيدوروا عليه عيني، لقوه ميت في شقته بقاله يجي اسبوع لحد ما جثته اتحللت. الله يرحمه. ولاد ايمن، ايمن ابن اختي يا عيني، جاله مرض وحش قوي قوي قوي، واختي ادمنت المهدئات. واخويا الاهبل الصغير عايز يفجر ابوبه البوتاجاز في مراته. الا بقى الضرايب النهارده جت حجزت على كل محلاتك يابا. وعمتي فوقيه طلعت انها ماتت قطعوا لها لسانها الحراميه ورموها في الشقه. انا عايزك بس انت ما تفكرش في حاجه يا معلم، مش عايزك تتوتر خالص. مختار، مختار. مالك يابا؟ حاسس بايه يابا؟ طمني. عايز تعطس؟ اعطسي يا ابني، اعطسي. انا بموت يا مختار. ما تقولش كده، ما تقولش كده يابا. يا اسمعني، سلك البضاعة يا ابني. حاضر، سلك البضاعة. هسلك البضاعة واشرفك، وانا عارف في نفس المكان التسليم، في المجاري العمومية بتاعت القاهرة. ما تقلقش يابا، اطمن انت بس. ابا ابا المعلم مات. ألف رحمة ونور عليك يا معلمي، ألف رحمة ونور عليك يا أبا، ألف رحمة ونور عليك يا سيد الرجالة، يا سيد الرجالة. تعالي هنا أصبع الروج، أنتِ أنتِ اللي موتيه، أنتِ والفنان أحمد سلامة من يوم ما اتلمتوا على بعض، وأنتوا اللي وصلتوا الراجل ده لكده وهو مات. أعمل فيك إيه؟ عايز أرشقك ركبة ببطنك خالص تيجي في وشك، لأن أحجامك غريب، ما أنتِ ملخبطاني طول عمري ببص للناس كده، انت الوحيده اللي عاملاني كده، فالتركيبه ما بالنسبه لي. خدي بقى، خدي، انت اللي قتلت ابويا، انت اللي موت ابويا، انت اللي موت ابويا. الف رحمه ونور عليك يا معلم، سامحني يابا، هتطرفت سرك لاخواتي يابا، فاكرينك اب شريف يتشرفوا بيك، وانت في الاصل معرفتك تعر وتشبع. الف رحمه ونور عليك يا معلم. عشان الناس مش معلم، الله يكرمك، شكر الله وسعك يا معلم. وقال الله يا مختار، ونعم بالله يا معلم كراسة، مبروك عليك المنصب الجديد. الله يبارك فيك. انت جاي تقطمنا ولا جاي تعزي ولا ايه؟ اسره اسمعني كويس يا مختار، من ودني ناحيتك اهو، البضاعة اتشحنت وكلها ايام وهتستلموها. ربنا يكرم. والطلبات؟ عمولتي، عمولتك، اقسم لك بالله ما معانا ولا تعريفه. تعالى بس، الحاج سيبنا على البلاطه وكل الفلوس في العمليه الاخيره، انا معايا 25 جنيه يا دوب هحاسب الفراش. استر علينا، عيب، ده شغل رجاله. تصدق بالله اصحاب المكتبات كلهم مستنيين، كل المكتبات اللي في مصر، والموسم الدراسي داخل، مش عارفين نعمل ايه. سيبونا بس نستلم البضاعه ونفرفش. كل اللي انت قلته ده ما يخصنيش. عمولتك كام اللي كانت مع الحاج؟ 25%. هو اتفق معاك على كده؟ ايوه. ما هو كان اخر ايامه بيخرف، هم 5%. بس المرحوم ما اتفقش معايا على كده. انا اللي بتفق معاك. وبص في الصف، في حاجه عايز اوريها لك. طب البخالي الله يا مختار. نعم بالله يا اخويا، ما جالكش في حاجه وحشه. جاي ينصب. شكر الله ساعد، شكر الله ساعد، شكر الله ساعد. البقال الله يا ابني. سعاده الباشا، زيارتك لينا تشريف كبير قوي، من يوم ما شفت سعادتك، اول ما شفتك في السؤال
رجعت زمان ايام ما كنا بنروح المعموره احنا واسرتك وايام ابويا. يا باشا انت عظيم. والله يا ابني المرحومه كانت زي اختي بالظبط، الله يرحمها. مرحومه؟ مرحومه مين؟ المرحومه مدام صفاء سلامه. طبعا شفت نهايتها، شفت ازاي ده انفجرت في الغردقه، جابوها وشرفك بالمايو على المستشفى. معلش معلش شرفتنا سعاده الباشا. البقاء لله ونعم بالله يا فندم. انا فاكر المدير بتاعك في الشغل ولا اعرفه، ده جاي يقول لي المدام صف ايه المناظر دي. ايه ده عايز ايه؟ شحلك يا استاذ مختار. شحلك يا استاذ مختار؟ يلا قد من هتقل ده، مين اللي دخلك اصلا؟ استاذ مختار كنت عايز يعني الحوار، انت عارف الواحد فيك دهوت الظروف والضغوط والاعباء بتخلي البني ادم يعني هو كل يوم يعمل اي حاجه في الحاجات. حاجاتي انت جاي بتنقط يا فرح على بقى تعز، انت مبلش مجاي تقرفنا. يلا هات من هنا. لا انا مش همشي بقى، عشان انا كنت مدايق لابوك ب 28000 جنيه ومش همشي من العزا ده قبل ما اخد الفلوس بتاعك كلها في ايدي تامه. بوقك 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 ده انت بتفتح لنا بوقك. انت ابويا مستلف منك 28000 جنيه؟ انت بتتطرق عليا وبتتمسخر عليا يا استاذ مختار، عليا النعم ابوك ده ما هيورد على جنة. بوقك بقول لك، بوقك بقول لك ايه، انا هديك حقك. شوفوا انتوا الناس، شوفوا الناس، شوفوا انت. تعال يلا يلا يلا. شكر الله ساعك يا معلم، شكر لنا اهل الصعيد كلهم. الله يكرمك الله يكرمك، شكر الله ساعك يا فندم. بقول ونعم بالله ونعم بالله. ايه ده؟ ده انا ايدي خدلت. الراجل الكبير ده ايده تقيله قوي، جزع لي ايدي، ايدي اتجزعت والله، وكله بيسلم بحراره قوي كان ابويا جوز اخته. ايه ده؟ الله يرحمك يا حاج. خلاص بقى خلاص بقى، انت هتنهار الفتره الجايه، عايزه رجاله مش عايزه ناس تنهار. ليلته خفيفه قوي 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 قوي. هو كان طيب، هو كان ابن حلال، ليلته خفيفه بس سايب اعباء تقيله قوي. شفت النعش كان طاير، كان طاير. نعش ايه اللي كان طاير؟ النعش بتاع بابا. الراجل كان طاير ايه؟ هو الريح كان جامد واحنا كنا ماشيين مع الريح. ما تقعدش تقول لي طاير ومش طاير، انتوا ما تعرفوش حاجه اصلكم، وما تعرفوا كل حاجه لما الناس دي تمشي بس. مختار كنا عايزين نتكلم معاك بخصوص الميراث. الايه؟ الميراث. تصدق ان انت ما عندكش ريحه الدم، ميراث واحنا لسه في العزا بتاع ابونا، وتقول لي النعش كان طاير يا كذاب. كنا عايزين شويه فلوس بس نشبرق نفسنا. لا من جهه الفلوس هتبقى شيش، وقوي هتبقى شيش، ما تقلقوش. بقول لك يا اشرف. قول يا مختار. انت بتحب شغلك؟ يا بحبه قوي، شرفي اعتزازي. خلاص يا عم، ايه النشره دي؟ ايه يا عم؟ هو في حاجة يا مختار؟ لا مفيش حاجة، دينا بنتسلى. طب لو حصل حاجة في الدنيا، الظروف اتغيرت، ما تسيبش شغلك يا أشرف؟ لا لا ممكن أبدا. شكلك هتسيبه يا أشرف، الناس دي طولت قوي، أنا جوعت بصراحة. وأنا كمان. الراجل هيقرا قرآن تاني؟ لا خلاص. طب هنعمل إيه طيب؟ طب يا رجالة متشكرين قوي قوي قوي. معلش معلش، الناس بتعزي ساعة ساعة ونص، أنتوا بقالكم كتير قوي وإحنا جوعنا بصراحة. اقعدوا في الهوا زي ما أنتوا عايزين، بس آخر واحد والنبي قفل الصوان. ها شكر الله سعيكم. يلا يا عم انت اهو، دي ناس فاضيه. مين يا مختار؟ الله يرحمك يا حبيبي، كان راجل ولا كل الرجاله، سيد الرجاله. وحدوه لا اله الا الله. حط دي يا امي هنا. عين يا دنار. لا لا لا، عشان نبقى من الاول على الابيض. انا جمعتكم النهارده عشان اقول لكم على موضوع ما كنتش عايز اقوله لكم، لكن ظروف المسلسل حكمت. كان سر بيني وبين الحاج الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه، ما كانش حارمني من حاجه. جاب لي شبشب في ليلة العيد. الله يرحمك يا حاج. معلش يا أمي. كان من أعز أصدقائي. كان مهنيني، ما حرمنيش من حاجة. خدت الحباية. خلاص يا حاج خلاص. بقى لله. بقى لله. السر اللي أنا عايز أقوله لكم، لازم أسألكم سؤال قبليه. أبونا الله يرحمه كان شغال إيه؟ كان عطار قد الدنيا. عطار. هو ده الخازوق اللي أنتوا شاربينه من الأول. أبوك الله يرحمه كان تاجر سليفان. إيه؟ يا كلب يا كلب، بتاع اللي بتبلبعه ده خلاص فوت لك دماغك، تقول على أبوك كده اللي كان من أشرف الناس. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي.
عافيه. وانت يا بنت وانت ابوكي كان كوافير ايه التصليح اللي انت فيه ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. اشوف فيكم يوم يا ولادي. شوفيها ماما. يا نهار اسمك ماما اتجننت. معلش روحي الحقيقه. يلا بقى بنت دي بكرهها من صغرها. ما علينا. بجد بجد يا مختار ماما هي سويت له فعلا؟ للاسف اه. يا فضحتك يا اشرف، يا نسبتك السودا يا اشرف. اقول ايه لزمايلي في الداخليه؟ انا اللي بطبق القانون. ابويا يبقى تاجر سلوفان، الضابط المسؤول عن ترسيخ القيم والعداله الاخلاقيات، هو نفسه ابن تاجر سلوفان. بقول لك ايه يا حبيبي انت وهو، فين واحول ولا؟ عايز اقول لكم ان البيت اللي انتوا قاعدين ومتفشخرين فيه ده مرهون، يعني ممكن نترد منه في اي لحظه. ايه ده؟ والذهب والثروه والالماس اللي بابا سايبهم؟ الحاج الله يرحمه حط شقه عمره كله في العمليه الاخيره، اكبر عمليه سوليفان، بس انا مقست كل حاجه. انا مكلم اللي هيشتري وهيكيش كمان. مكتبه بابا نجيب اللي في اول شارع نوال عارفها؟ بس عايزكم تساعدوني تسمعوا كلامي عشان اللي اقوله يتنفذ بالحرف. انت كدبت؟ معنى كلامك ده انك عايزنا نساعدك في جريمتك. ايوه هتساعدني وغصب عنك، يا اما مش هتطول ولا مليم، فهمنا؟ ايه ده بس؟ ايه ده يا مختار؟ ايه ده؟ اقعد اقعد يا عبيطي انت، بلا اهدى بلا زفت، من هنا ورايح كلمتي ايه اللي هتمشي؟ وبالمره بقى عندي مفاجاه، طالما ايه فتحنا قلوبنا لبعض، انا اتجوزت. لا كمان من غير ما تعزمنا. لا ما انا هعرفكوا على المدام دلوقتي. يا رؤى بنت، يا رؤى امر يا اسم مختار. رؤوس يا بنت الاخوات شويه. ست لما 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 ست لما رؤى مراد لما لما ست لما فرفش فرفش يا فرفش عند الضابط حي ابا من ميت. ايوه يا سيبتها يا سيبتها. ايوه يا امي ده كلام؟ صدقني انا حزين، انا حزين ان مستواكي وصل للدرجات. امال مين يجيب لي حقي؟ مراسي باتمان؟ وليه باتمان ليه؟ ما اولادك موجودين ولا انت متبنيانه؟ لا يا حبيبي، ده انت حبيب عمري، ده انت حبيب قلبي من جوه. بس واطي بصراحه ربنا ما حدش يضمن حد اليومين دول. على رايك يا حاجه، ولاد الحلال ما خلوش لولاد الحرام حاجه. المهم بضاعتنا معانا. يا نهار اسود، البضاعة البضاعة بتاعتي اتبلعت يا مختار. ليه؟ بلع على ايه؟ بلع على ايه؟ انزل معانا كمال المية. كمال ده فين فين؟ انا اسمي عطرة. يا عم مش وقت قفشات، انزل معايا المية. شقة عمري، شقة عمري ضاع. كده برضه يا مختار تعملها فينا؟ الله يرحمك يا حاج، دي كانت شغلته هو وابو دقموشة والدفاية. أنا مش عايز دماغ، شقة عمري راحت. حرام عليك يا مختار، جبت لنا العار يا مختار. مش وقت كلام، انزل معايا المية. حرام عليك، شقة عمري راحت. جبت لنا العار، جبت لكم العار، ده انتوا اللي جبتوا لي العار. انتوا اللي نقيتوا فيها، انتوا اللي نقيتوا فيها. خرب وصل الهلف، وصل الهلف، وصل الهلف، وصل الهلف، وصل. ها آه منطقة كله دفع الإتاوة. فين يا أحمد؟ فين عم رامي؟ ماتني. قوم يا
كله دفع الإتاوة؟ كده كله تمام يا برنس، مفيش غير حمادة لسه ما دفعش. حمادة ابن مديحة؟ ليه إن شاء الله؟ ماسك عليا فيلا؟ بص على وش كده أهو، شكلي نانسي. وريني كده؟ ليه؟ أمال إيه بقى إن شاء الله؟ ما دفعش ليه؟ ليلة أهله سودا. يلا بينا. يلا يلا سعيد. النبي ده اسمه كلام، استحمى انا ازاي في دش بالمنظر ده؟ صغير عليا جدا، ما انا عملاق اعمل ايه؟ انا كان المفروض اعيش في البلد كلها عمالقه عشان ابقى طبيعي. الناس فاكره العملاق ده سعيد، انا مش سعيد. اتفضل الحوض. كل شويه يعني لازم يتقطر مستي عشان لا ما يم... وبص بص النبي، بص النبي، بص البشكير، بص في نظري قد ايه، بس هو بشكير. انا عملاق اعمل ايه؟ دي حاجه بقت تزهق اهو، كل ما المس حاجه تتكسر. مش معقول العملاقه اللي انا فيها دي. مش هاخد دش، مش يعني انا خايف اكسر الحمام. ما هو لازم اوطي، لازم اوطي عشان عملاق. لا حول ولا قوه الا بالله. ازيك يا ام عامله ايه؟ بلا نيله بلا امك بلا زيف. انت مش ناوي تغير لنا العفش الصغير ده اللي مش على مقاسنا؟ ياما العفش مش صغير، العفش طبيعي جدا. انت اللي عينك فيها مشكله. وبصراحه بقى انت مش عايزه تصدقي ان ابنك عملاق. عامل لك ايه؟ 100 مره ياما، 100 مره اقول لك بطلي الزيتون، ضغطك بيعلى. ده مش زيتون، ده بطيخة. بطيخة. طب اعمل ايه؟ انا عملاق، انا شايفة زيتون. تصدقي ما تصدقيش عملاق. ولا حمادة، ولا حمادة. والنبي يا ابني ما تروح له، ده راجل مفتري. سيبيني يا اما بقى، سيبيني اخلص الحارة من شره. هو مفتري، انا عملاق. صدقي بقى. حمادة، ولا حمادة. والنبي يا ابني ما فيش الا انت يا ابني. مين؟ انا اللي هلف ياك. طب ممكن استأذنك يا معلم 10 دقايق اعمل 400 ضغط وانزل لك؟ هتنزل ولا اطلع لك؟ باب البيت ضيق عليك يا معلم. ادهوله. لا 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 يا معلم، ما تتعبش نفسك، انا انزل لك على طول بسرعه. يا حاضر يا معلم. اعمل ايه؟ حبكت معايا موت النهارده. هو فعلا هيموت، هيموت. لا انا هضربه بايدي، انا هضربه بايدي. عملاق ياما عملاق. دخلت ام عاطف. عاطف بيرجع، خلي حد يشده عشان لو فضل مدلدل هيفضل يرجع. مساء الخير يا معلم. ما تثبتنيش يا ما اقدرش يا معلم. ليتاوا فين؟ سوري؟ ليتاوا؟ ليتاوا ها؟ ليتاوا ليتاوا يا معلم، يعني المفروض بالعقل تاخدها من حد بيخش له على الاقل 7 جنيه في الاسبوع. لكن اقسم لك بالله انا وامي اللي قاعده جوه ديت يعني بناكل بكر كلينكس. يعني ايه؟ مصدقني يا معلم صح؟ لا مش مصدقك. طب اعمل ايه؟ كده دي امور شحاتة. لا لا اعوذ بالله، ليه؟ انا مش حاتش حاجة، انا بقول لك ظروف يعني. انت عارف يا دي اللي بيعصى اوامري؟ ها؟ عارف عارف يا معلم. عارف اللي بيعصى اوامري؟ عارف يا معلم. بيحصل له ايه؟ عارف يا معلم، بسمع طول الوقت انت والجماعة دول بتحلقوا له شنبكم. الله. وكمان شنب عيرة. بس ايه رأيك؟ أكيد حقيقي صح ولا لا؟ حقيقي جدا. حقيقي خالص. ها؟ ولا ايه معلم؟ انت بتتوتر ليه فجأة معلم؟ ولا عشان انا بتحول. معلش بتحول. لا ما تتحولش، ما تتحولش، انا خدامك يا معلم. اخرك معايا ايه؟ مش عارف اللي تأمر انت بيه، انا هعرف انا والاخر. انت مبرق ايه كده يا معلم؟ اعوذ بالله من غضب الله. ايه يا معلم اتكلم، انا قلبي هيقف. ما اشوفش وشك هنا تاني. امشي يا معلم اسيب الحارة. ما اشوفش وشك هنا ايه؟ تاني. انا ليه فيا ذكريات؟ انصرف عني. حاضر. مع السلامة يا عاطف. امشي. حمادة. حمادة! حمادة! يا ابني انت اصحى يا حمادة! اصحى اصحى يا حمادة! يا نهار اسود! اوعى تكون عفريت! ايوه عفريت! عايز مني ايه؟ انا بعون الله اللي اديت الهلف من قوتي، هسحبها منه واديها لك انت عشان انت طيب وابن حلال. استنى استنى، ما تفرطفليش. طيب وابن حلال ايه؟ انت تعالى بس تعالى، انت اديت الالف قوتك؟ ده انت يا دوب بتشتغل بحجاره قلم. انت بتتكلم بجد؟ بس جرب جرب. انت جن قديم في الشغلانه ولا لسه جديد؟ لا قديم قديم قوي. طب اتوترتني شويه من نفسي. جرب يا اختي. جن يا اختي. لف 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 يا اختي. يا اختي يا اختي يا اختي. عسل عسل. انا هعمل اللي انت عايزه عشان حبيتك. عايز نعمل ايه؟
بس اسمعني، حط ايدك في ايدي. حاضر. ومش هتخسر. يلا اتنطط. يدي اتنطط. معكش القطاوة ليه يا؟ بص ياد في وشي كده. أنا الهلف يا. يا حارة! مسد الهلف! الهلف أمره مطاع! ده هلف. مين؟ مين؟ يخسى عليك. مش فاكرني يا هلف. اللي ما يعرفك يجهلك يا كبير. معلش العتب على النظر. معلش. دقق كده. مين؟ حمادة. المعلم حمادة. طبعا طبعا المعلم حمادة. بس انا عايز اسألك سؤال. انت ايه اللي عمل فيك كده وبقيت عملاق ومجانس وحاجات حلوة قوي؟ انا طول عمري عملاق. انتوا بس اللي مش مصدقين. انتوا امي. احب فيك الارادة يا كبير. احب فيك الارادة. بس انا عايز اعرف يعني انت حضرتك عايز ايه بالظبط؟ عايزك. ده انا جاي لك شخصيا انت والصيع اللي معاك. صبياني؟ عامل لك ايه صبياني؟ ده روح اقطعهم لك. ابهدلهم لك. بس انا اطلب منك طلب صغنن جدا والله. مش هكتر يعني. نزلني انت بس وشوف انا هعمل لك فيهم ايه. حلوه نزلني دي. انا هنزلك. انا عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. 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 عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. روح قول لهم ان انا عملاق. عملاق يامه. روح لهم قول لهم ان انا عملاق. عملاق يامه. عملاق. 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 يا حماده. يا حماده. حبيبي. حبيبي وحشتني. دكتور سعد انا مش جاي اهددك ولا احزنوني. زي ما بتقولوا ما على الرسول إلا البلاغ. أنا جاي وحامل إليك رسالة. يعني خلاص المافيا رجالتها خلصت لما يبعتولي سينيور زيك لابس لي باروكة. قلتلك 100 مرة دي مش باروكة، ده شعر الأصلي، وهو ده سبب قوة المافيا. قوتنا الحقيقية إنك تفضل متخيل إن دي باروكة مع إنها شعر الأصلي. سينيور سالمون ولا لانشون، أنت أنا والسادة المشاهدين بقالنا جزئين عايزين نفهم المافيا عايزة من سعد التالي إيه؟ أي نعم أنا رجل عمل مشهور وعندي مقاولات وليا سيرتي الذاتية الفظيعة اللي اتعملت مسلسل، بس برضو عايزين نعرف أنتوا عايزين مني إيه؟ مش عارف. أنا كمان مش عارف، صدقني أنا مش عارف. أنا كل اللي أعرفه إن أنا مش طايقة وإني شغال في المسلسل ده وبعمل فيه مشاهد كتير قوي اعذبك فيهم ولا اطشلك ولا افتقلك واكني لك كل شر. كل شر؟ ايوه. يعني اعتبر ان انت جاي نويلي على الشر؟ اكيد، بس يعني
بشكل مش مباشر، يعني تقدر تقول كده بالورد بالاختلاف حاجة زي كده يعني. يعني ايه؟ عايزين مني ايه؟ مستر سعد، عايزينك تتعاون معنا. تعاون معاكوا في ايه؟ يعني هو انت لازم تحرجني؟ يا خلينا بنتكلم مع بعض، بنملى وخلاص. املى بقى. بنملى وخلاص؟ يعني ايه يا حبيبي؟ يعني لو فكرت تلعب بينا او تغدر بينا، انت ما تعرفش المافيا ممكن تعمل فيك ايه. هتعمل ايه ان شاء الله؟ حاجات كتير قوي قوي. ممكن ننزل ميدان التحرير ونبيع كشري ونحدف بالطوب والمولوتوف ونخطف ونسرق ونقتل ونعمل حاجات كتير قوي. مطلوب مني ايه دلوقتي؟ اتحداني. اتحداك انت؟ انا سعد التالي. انت مين؟ انا المافيا يا عمو. وما تنساش تسلم لي على صفاء ووفاء. هيا والفت، اخبار صفاء ووفاء ايه؟ ايه؟ بعتهم لي على المكتب ليه؟ ليه تبعتيهم على المكتب؟ انا اهلي يفضلوا في البيت في ميتهم وفي كاسهم. باي باي دلوقتي. فوزي، رفقي. خير يا سعد بيه؟ مالك يا ابن عمي؟ صفاء ووفاء في خطر، لازم أأمنهم في مكان سري جدا وآمن جدا. ايه ده يا سعد بيه؟ عشان تفكر. تعال ورايا. رفقي. فوزي يا سعد بيه. فوزي. رفقي يا سعد بيه. شوقتوا يا جماعه، انا قلقان جدا. خير ان شاء الله يا سعد باشا. فعلا يا سعد بيه، ربنا يجيب العواقب السليمه ان شاء الله. ربنا يستر. فين صفاء ووفاء؟ اهم يا فندم. ركزوا معايا يا جماعه، مش ملاحظين ان صفاء خاسه شويه؟ انا ملاحظ ان خياشمها بتجيب ميه. فعلا يا سعد بيه، زعنفها دبلانه شويه، وخلي بالك من السخونيه. سخونيه؟ انا هعمل ايه غير ان انا معيشها جوه الميه؟ تفتكروا يا جماعه ان المافيا ممكن توصل بيها الخساسه والنتانه انهم يؤذوني في صفاء او وفاء؟ خصوصا ان هم عارفين قد ايه انا واسرتي مرتبطين بيهم جدا. ايه ده يا صاحبي بيه؟ ربنا يستر، ربنا يستر. ايه الجنان ده؟ انا سعد التالي، انت مين؟ انا زكي الساعة اللي بشتغل عند حضرتك يا سعد بيه بقالي 20 سنه. ارفدوه. حاضر. خلصنا. لا مؤاخذه يا اخ. اتفضل اتفضل اتفضل. تعال انت معايا، هو انتوا الاثنين خليكم في الشركه. كلم الراجل بتاع حواض السمك يعمل لي حوض فولاذ ما حصلش، فاهمين؟ حاضر. يلا مع السلامه يا سعد بيه. مع السلامه يا باشا. يخرب بيتك يا سعد بيه. أنا سعد التالي، أنا سعد التالي. هات العربية بسرعة، صفاء ووفاء لازم يروحوا للدكتور. اهرب انت بوفاء. غور في داهية. وفاء؟ لا وفاء بخير. صفاء؟ 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 صفاء. Thank you.
صفاء. أنا سعد التالي، أنت مين؟ وقال لله يا سعد بيه. أنا متشكر جدا يا فندم لتشريفك وما قلكوش في حاجة وحشة، ألف شكر. احنا لقينا دي بعد الحد. الشبكة دي أول مرة أشوف صفاء كانت ملفوفة فيها وكانت مرمية على صخرة في أبو قير. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. يا صفاء اهدي يا حبيبتي، أنت السبب، أنت السبب في اللي بيجرالنا في البيت ده كله بسبب تهورك وجنونك. يو نو أنت واحد نازك. أنا نازك؟ تعالي تعالي هنا، تعالي تعالي يا أختي تعالي. ايه المسخرة اللي انت لابساها في العزة دي؟ انت جاي تعزي في رقصة؟ دي سمكة ومش اي سمكة، دي صفاء. اولا الدرس اللي انا لابساه ده هي كانت بتحبه جدا وبتفضله. تكلمي بجد؟ ثم ده ايه الاسود الدونتيل ده؟ ايه مش بتاع العزة؟ لا بس سيبك من الاسود، طالما كانت بتحبه خليكي لابساه، خليكي لابساه. اهدي بقى اهدي، اتفضلي يا حبيبي، اتفضلي اتفضلي اتفضلي. يا صفاء يا خرابي، غيري لاختها، ما هي وفاء موجوده، حرام عليكي بقى، كفايه كده. يا ما قلت لك، يا ما قلت لك اسمع كلام المافيا، اسمع كلامهم واديهم اللي هم عاوزينه. ما سمعتش كلام كالعاده. انا اسمع كلام المافيا؟ انا سعد التالي، المافيا مين؟ يا حبيبتي يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم. يا غالي يا عليا يا صفاء. خلاص يا ام ابراهيم، ما تزهقناش بقى. مش فيكي لوحدك، خلاص يا اهلا بالمعلمين، يا اهلا بالمعلمين. حبيبتي يا صفاء. خلاص يا معلم اشوفها. بقى لله يا سعد بيه. شكرا يا معلم. انا الحاج مجدي صاحب محلات مكدوف للاسماك. ونعم الرجاله. المرحومه كانت عزيزه علينا كلنا. مش عليك لوحدك يا معلم. انا عمري ما انسى اخر نظره ليها واخر حاجه قالتها لي قبل ما تموت. قالت لك ايه ارجوك؟ صفاء قالت لك كده؟ ايوه. ما قالت لكش حاجه تاني يا حاج مجدي؟ ايه كانت بتبطل كلام. قالت ايه تاني ارجوك؟ بس انا فهمت، انا فهمت ارجوك، الكلام اللي قالته صفاء ده بقى سر بيني وبينك، ده كلام خطير كبير يا سعد بيه. مين الاخ؟ وده الحاج كناني مندوب حلقه السمك. حاج مين؟ كناني. اهلا وسهلا. اصر يعزف صفاء في نفسه. شاكرين يا حاج وحلقه السمك. ثانيه مين الاخ؟ اهلا وسهلا. دي جايه ليه؟ تعزف. تعزف مين؟ تعزف صفاء؟ هو انا ناقص جايين تشمتوا فيا؟ بره، مش عايز ولا قطه تخش العزا، اتفضل بره. انا جاي اتعزي اللي كانت بتحوم حوالين الحوض ليل ونهار عشان تاكلها. فخس على القطط. ايه ده يا سعد بيه؟ لا مؤاخذه، شرفنا يا حاج، شرفنا. هو ماله جاي يستظرف ولا ايه؟ معلش يا عمي انا هنا. انا لا مؤاخذه، لا مؤاخذه. انت تعرف المرحومه؟ كنت اسمع ان طعمها حلو قوي. احنا هنستظرف ولا ايه؟ طعمها حلو، متحسن كلامك. لا احنا نعرفوها من زمان. ايوه داني اللي اصطدتها. انت اللي اصطدتها؟ ايوه. الراجل الزفت اللي انت جايبه لي ده جايبه يحرق دمي، اطلعوا بره، مش عايز قرف. ايه ده؟ ايه المواد القبيحه ديت والزفره دي؟ اذا كان في اباحه ولا زفاره فيهمنك انت. لا انا مش هسكت على الهله دي. هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ على الهله دي. خد وامشي، خد وامشي، خد وامشي من هنا. خد يا حاج مجدي بلاش قرف. ايه ده؟ ايه الفوضى دي؟ ولاد الشوارع دول. يا حبيبتي يا صفاء، يا غالية عليا يا صفاء. زهقتيني بقى، زهقتيني بقى. انا طبعاً قاضي. اتنيلي بلا حب يا حاج مجدي. ايوه يا سعد بيه. يلا بره، خد الولادي بره. تعالي هنا. خرجتي امتى؟ يا حبيبتي يا صفاء. العظيم يا رب يا ناس. يا لهوي يا لهوي. روعوا احساس يا حاج مجدي. ايوه يا سعد بيه. شيل يلا. اصيل يا سعد بيه. ما تحركنيش بايدي فاضية ابدا. سلام. اهدي يا مدام. خدها بدل ما اطلعها. يلا. صفاء كانت غالية علينا كلنا. اتفضل الولية ماشية ازاي في العزا؟ بتستفزني.